عم نمزح مع بعضنا. شو؟ خلص طيب. أكيد خلاص. أكيد. حاجة تهزي كسار الزبادي بتزول هاد منه أنا. وين الموزة اللي كنت عم تاكلها؟ خلص بقى طيب بتضل زعلان. قلي شوف شو عم تقرا؟ كتاب طبي. ما خلصنا من الطب. لك يا عيني أنا طبيب قبل ما أكون مدير عام، هي شغلة المدير العام شغلة مؤقتة، إلا ما أرجع للطب. ولازم لما أرجع تكون معلوماتي الطبية كلها جديدة. طيب ارتاح هلا شوي من القراءة، وخلينا نشرب فنجان قهوة ونحكي لنا كلمتين. كلمتين بس. أكيد؟ أكيد. طارق. بده منك طلب صغير كتير، ويا ريت ما تخجله. خير يا طير. بده تفرز له سيارة من المديرية. بتعرف صعب يقضي مشاويره ومشاوير أخته، يعني بده يشوف حاله شوي قدام رفقاته. إيه شو عليه؟ ياخذ سيارتي الأوبل البيضة، ما عاد لازم لي. ما بده أوبل، بده مرسيدس. إيه شو عليه؟ بكرة بس يصير مدير عام يركب مرسيدس. ما في داعي للمقلسة. بعدين أنا كمان بدي سيارة. إيه مو معقولة كلنا بدي أطلع مشوار أطلب منك السيارة. كمان بدك إياها مرسيدس؟ افهمي لي طارق، ما في غير الأوبل. بس أنا من الأول كنت أركب الأوبل. من قبل ما أصير ابن مدير عام، يعني ما تغير علي شيء، ما استفدت شيء. شلون ما استفدت شيء يا طارق؟ بالأول كان أبوك يوصلك على الجامعة، ويا دوب بنهار تاخذ السيارة مشوار أو مشوارين، هلا رح تضل معك السيارة بكير وبعد الظهر وبالجامعة كمان. وين ما بدك بتروح فيها؟ مزبوط يا ماما مزبوط، بس في كتير شباب بالجامعة بيجوا بالمازدا والأوبل واللانسر وكل أنواع السيارات. أنا شلون بدي بين بيناتهم إني ابن مسؤول كبير إذا ما كانت معي سيارة المديرية؟ أنت قولي لي شلون؟ طيب هلا مشي حالك بالأوبل، بركي بمناسبة تانية برجع بحكي مع أبو وبيمشي الحال. دخيلك لا بزعل ماما، دخيلك لا بزعل. خذ حبيبي جبت لك هدول معي مشان تعزم رفقاتك، مسك لا تزعل. يلا يا عمر، ما خلصيني تصطفي انا ماشي. لك لحظه لحظه استنى، جيتي ايش تضيق؟ تعوا صباح النور. شو هالضوج؟ شو هالعظمة؟ شو هاد؟ سمعنا لك سمع يا بي انه المدير العام بده يعطيك سيارته محا ليطلع على المعاش. ابي فرز لي سيارة موديل 93، انا ما ارضيت، ما عجبتني. بهاليومين جاية سيارات جديدة موديل 94، قلت لحالي بستنى طق واحدة جديدة. يعيشك قديش؟ لينبت الحشيش. سيرفو. اللي بعده. مين كمان؟ استاذ طلاب لا تزعل، لك علي فنجان قهوة تروق فيه على كيفك. اهلين ابو صالح. اهلين وسهلين. ايوه لا لا مو معك عم بحكي. ايه والأوبل ما عاد تعجبها، يعني بصراحة أميرة خانم بلش نقة. تفضل أستاذ وحيد. يسلم ودياتي يا أبو صالح. ودياتك.
تفضل دكتور. يسلموا. إيه صار مدير عام ولسه بتنادي له دكتور؟ إيه لو بيصير كمان رئيس وزارة ما بنادي له إلا دكتور. وهي سكرة. تفضل. بس للدكتور أبو صالح. كمان إلك تكرم. يسلم هاليدين. صحة وهنا. إيه سيدي. نرجع لحديثنا عن شو كنا عم عن السيارات. يا سيدي الحق معك. يعني معقول مرتك تنزل تشتري خضرة ولحمة من السوق هيك لحالها بدون سيارة؟ إذا بدها تروح لعند رفيقتها تركب تاكسي عمومي وهي مرت مدير عام، إيه ما حلوة؟ إيه لا تعايد أنت الثاني، خلص فرز لها سيارة على البيت. حبيب قلبي هذا ما اسمه استغلال المنصب، هذا حقك. وما بتعرف شو بده مني؟ لا. خبرني ابعت وراك مشان تدخل لعنده. طيب ممكن تدخل لعنده؟ تفضل. شكرا. ادخل. احترام سيدي، مروا. اهلا استاذ لطيف، تفضل تفضل. شكرا. شو اخبارك؟ الحمد لله. وكيف اخبار المرأب؟ كله تمام سيدي. استاذ لطيف بدي تخصص لي سيارة دائمة للبيت، وتنقي لي شوفير آدمي وابن حلال. تكرموا سيدي. أحسن سيارة وأحسن شوفير بخدموا المدام. شكرا لك. العفو. عفوا سيدي. البركة كم ولد في عندكم؟ شب وبنت. الله يخلي لك ياهم. سيدي بتحبوا نقي لهم سيارات على ذوقي لما هن يجوا نقوا على كيفهم. شو يعني على ذوقك ولا على كيفهم؟ أنت عن شو عم تحكي؟ عفوا سيدي أنا بشغلته. المدير اللي كان قبلكم كان عنده 5 أولاد وكان فارز لكل ولد سيارة، حتى اللي كان عمره تحت 18 سنة كان عاطي سيارة. أنا غير المدير اللي قبلي. بتخصص لي سيارة للبيت وبس، مفهوم؟ حاضر سيدي. سيدي وبالنسبة للأستاذ ممدوح. مين هذا الأستاذ ممدوح؟ معاونكم سيدي. شو بو؟ فارزين له 3 سيارات لأولاده سيدي. والله عاد بتسحب السيارات كلها وما بتترك له إلا السيارة اللي عم يركبها. ممكن سيدي تبلغوها القرار بنفسكم. من شو خايف؟ تتصرف مثل ما عم قلك، واللي بلومك تبعته لعندي فورا. حاضر سيدي، مثل ما بتبلغ. شي حلو، كل ولد سيارة. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت. ايه بتصارع الحكي. هاي طلعتي من عنده. ولاده ما فرزت لهم سيارات؟ عرضت عليه مرضي. طيب لا تروح، خليك هون. أنا رايح أسمع منه. طيب. مثل ما سمعت. بس يا أستاذ أنا نائب مدير عام، وأنا مو قصدي أقلل من مركزك وقيمتك بالشركة، بالعكس أنا ناوي أعتمد عليك بحل مشاكلها. أنت أقدم موظف عندي وما شاء الله أطول موظف وأكثرهم خبرة. أما بالنسبة لموضوع السيارات فأولادك مو أحسن من أولادي، وأرجو أنك ما تفتحه مرة تانية. بس يا أستاذ قلت لك موضوع السيارات انتهى. طيب مثل ما بتريد. شو هالفوتة اللي فتناها؟ الله يسامحك يا أستاذ مازين. شو صار معك استاذ؟ يعني شو بده يصير؟ طلب مني خلي السيارات مع الاولاد. بس انا رفضت. ما بدي مليته. على كيفك. خاطرك. مع السلامة. مع السلامة. بداية غير مشجعة. كملت